الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. التقيت اليوم بالاخ ابراهيم السناني. لنا الشرف. الشرف لنا نحن طويل العمر في معرض الرطب الثالث، هذا معرض الرطب. الاخ ابراهيم، لو تكلمني على شركه مزارع الراك بشكل سريع. شركه مزارع الراك هي شركه تقدم مجموعه من الخدمات الزراعيه. جميل. تبى تاسس مزرعه. حلو. تبى تشرف على مزرعتك. ممتاز. تبى نديرها من الالف الى الياء. حلو. عندك افات وامراض فيها. جميل. في الشركه تقريبا حوالي 16 موظف وموظفه. مهندسين زراعيين. مهندسين زراعيين. جميل. تقريبا عددهم 6 مهندسين. رائع. بقياده المالك احمد السناني. ممتاز. يدير هذه الدفه ويسعى انه يطور من منظومه الامن الغذائي، يساهم في هذا المجال. جميل. إذا كان عندك مشروع وليكن على سبيل المثال نخيل، فعندنا بالأوتوكاد رسمة ماذا يتطلب إقامة مشروع النخيل من ألف إلى الياء. من الألف الياء، كم الماء اللي بتحتاجه، كم درجة الملوحة اللي بتتحملها النخيل، كل شيء، كل شيء، كم التكلفة النهائية محسوبة بالمل. حلو. وأيضا كم الأرباح المتوقعة من المشروع؟ نعم، في دراسات الجدوى هذا نعدها أيضا. ما شاء الله. إذا أنا عندي مزرعة، هل فقط في محافظة مسقط الباطنة ولا تمتد في كل السلطنة؟ نحن استهدافنا المزارع وليس الحدائق المنزلية وليست الاستراحات، نبغى إنتاج. نعم. سواء كانت موجودة في محافظة مسقط أو الباطنة جنوب أو شمال أو الداخلية أو الشرقية. نحن مستعدين نقدم الخدمات هذه حتى أنه نكون جزء مساهم من منظومة الأمن الغذائي. الأخ إبراهيم، شكرا لك وبارك الله فيك. أحسنت. عطاك. شكرا خمسة كيلو. بارك الله فيك.